السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الدرس التاني. مبدئيا وقبل أي حاجة، ياريت كلنا نذكر الله ونصلي على النبي عشان نطلع بأفضل نتيجة في الكورس ده. تمام، الدرس ده إن شاء الله هيكون لمنتج كوكا كولا برضو. تمام، تركيزنا هيكون على الشادو والانعكاس وكم تركان إن شاء الله هتعجبكم جدا في الدرس ده. فمبدئيا لو أنت أول مرة تشوفني أو يعني خامس مرة تشوفني مش هتفرق، المهم إن أنت متنساش تعمل سبسكرايب عشان الحلقة بتاعت الدرس الثالث. تمام، ان شاء الله لما تنزل يبدأ يجيلك شعار والكلام اللذيذ ده. تمام، كمان لو في مشكلة بتقابلك في اي حاجة في القناة، يا ريت هستأذنك تعمل لي كومنت او تدخل تكلمني يا صديقي. في يلا بينا نخش في الدرس على طول. طيب، هروح لفايل، هعمل نيو وهنشتغل مقاس النهاردة. تمام، انا حابب ان احنا نشتغله طول شوية، فانا هخلي الارتفاع يكون 3000 وخلي ريزوليوشن 150. فالديزاين الديزاين هيكون بالطول زي ما انت شايف كده. تمام، خلينا نروح للصور اللي هشتغل عليها في درس النهاردة. طبعا كل الصور حملتها منين؟ حملتها من اي ستوك، وطريقة التحميل زي ما قلتلكو هتبقى موجودة على البروفايل عندي، فيديو ولينك البرنامج اللي هتقدر تحمل منه الاستوكات فري يعني. تمام، عشان ما طولش عليه، خليني اول حاجة اخدها معايا وهي المنتج لوحدها كده عشان ابدأ اقص. وموضوع القص زي ما اتكلمنا فيه، تمام، ليه اكتر من طريقة. في الدرس الاولاني شرحنا 3 طرق، فاحنا في المرة دي هنشرح هي طريقة واحدة بس. خليني مثلا اروح للسبجكت هنا كده، هيبدأ يعمل سيليكت اهو، وهبدأ اعمل ماسك. بس قبل الماسك انا حاسس ان الجزء اللي على الشمال اهو الايه السيليكت دخل جوه، فهبدأ اروح للكويك سيليكشن وهبدأ اجيب البلس وابدأ ايه اخرج السيلكت البره بالشكل ده. حاول ما تخليش الدايرة بتاعة الكويك سيلكشن تبقى خارجة البره، عشان ايه؟ عشان السيلكت ما يخرجش معاك خالص يعني. طبعا لو في اي مشاكل تانية هنبدأ نعالجها، وبعد كده هعمل ماسك هيبدأ يشلك الباك جراوند بكل سهولة بالطريقة اللي انت شايفها. كليك يمين على اللاير وهعمل convert to smart object. طبعا شرحنا ليه بنعمل كل مرة الخطوة، قلنا عشان لو صغرنا المنتج ورجعنا كبرناه تلاقيه محافظ لك على الكواليتي بتاعة المنتج زي ما هي بالظبط. فخليني هاخد الصورة معايا بالشكل ده. تمام، كوكا كولا الهوية البصرية بتاعتها باللون الأحمر. تمام، احنا مش هنركز في الدرس على اللون الاحمر عادي، انا ممكن اشتغل اللون الازرق مفيش مشكلة، عشان محدش بس يقول اللون الازرق تبع بيبسي. انا مش مركز على لون البراند قد ما انا مركز ان انا ديك تريكة معينة او طريقة عمل الانعكاس او الشادو والكلام ده. تمام، عشان بس نبقى متفقين قبل ما نبتدي. فانا خليني مثلا هشتغل على اي لون، بالنسبة لي مثلا اللون الازرق عشان احاول اظبط عليه. تمام، احنا ممكن نروح على فكرة عادي سريعا كده نكتب بيبسي png، مفيش مشكلة برضو يعني. انتوا لو حابين ان احنا نشتغل بيبسي، انا بالنسبة لي تمام ما عنديش مشكلة. خلينا برضو يعني نتلاشى اي كومنتات ايه تحسسنا بالليلة يعني ان هي مش ماشية صح وكده. فخلينا نشد المنتج للمقاس بتاعي. تمام، ولو بصيت كده هتلاقي ان في بعض المشاكل موجودة في حواف المنتج وفي حاجات بيضة ظهرة. تمام، فخلينا بنتول سريعا كده. تمام، وانا قاصد البنتول عشان الدنيا معايا تبقى في اللذيذ وما فيهاش اي مشكلة في القص، عشان نقدر نطلع بافضل نتيجة في الدرس ده. تمام، طبعا انا والله كنت محضر الدرس الكوكاكولا، بس يعني خليني برضو ايه مفيش مشكلة حتى لو انا حابب ايه نغير لبيبسي ما عندناش اي مشكلة خالص.
تمام. خلينا كده انا قصيت، هدوس كنترول جي عشان اخد كوبي من اللي انا عملته سيلكت. تمام، في جزء هنا مش مظبوط، هبدأ اشيله اهو، اقف على اللاير وهعمل ديليت. تمام، خليني اقول ان انا سريع عشان وقت الفيديو، اقول ان كده الدنيا تمام مفيش مشكله. طيب خليني اول حاجه هعملها، وهي ان انا هظبط الارضيه اللي واقفه عليها المنتج. يعني انا هعمل، هجيب من هنا الشيب اللي هي اللي فوق دي، وهبدا احط كده خط لتحت، وهبدا احط فوقها المنتج بالشكل ده. تمام، خليني اكبره شويه، خليني كمان يكون لونه اغمق شويه اللي هو ده اهو. تمام، واللي فوق ده يكون افتح هو شويه صغير بالشكل ده. خلينا اكبر المنتج بعد كده بالشكل ده. تمام. طيب خليني تاني خطوه على طول، هي ان انا محتاج اخلي الجزء اللي تحت ده يكون بلور شويه عشان هو كده شارب، والشارب ده مش هيديك واقعيه. فانا هاجي عند بلور وهعمل بلور كده اهو، بس احاول ما تزودش برضو قوي، يعني احاول تخليك في الهادي بالشكل ده. تمام. طيب نيجي بقى عند جو اللايت والاضاءه والكلام اللذيذ اللي انت بتشوفه ده. تمام، انا ممكن اجي عند، هعمل نيو لاير من هنا كده، وهجيب البراش تول، هجيب البراش تول الخفيفه وركز معايا، وبعد كده هكبر السايز شويه، وهثبت صبعي على الالت من الكيبورد، وهدوس كليك شمال على اللون اللي انا واقف عليه ده، هيبدا ينقل لي اللون اللي انا خدت منه كوبي هنا في المربع اللي انت شايفه ده. لما هدوس على المربع ده وهبدا اعلي الدايره دي لفوق شويه عشان اجيب الدرجه الاعلى شويه، وهبدا ادوس اوكي واعمل كليك، فيديني اللايت اللي انت شايفه. كنترول تي والت شيفت واثبت صبعي وابدا اكبر عشان يكبر معايا نسبه وتناسب بالشكل اللي انت شايفه ده. هكبر وانزل بيها لتحت شويه بالشكل ده، وممكن اعمل نيو لاير مره تانية، وهبدا اكبر السايز شويه، والمره دي هخلي اللون يبقى رايح على اللون اللي هو السماوي شويه يعني. تمام اهو اوكي، وهبدا ادي كليك، وهبدا انزل بيها تحت، وممكن اكبرها برضو شويه. تمام، هعمل واحده كمان، والمره دي هخليها تكون رايحه ناحيه الابيض شويه بالشكل ده. تمام، وهروح اعطي كليك. فلو جيت بصيت هتلاقي ان انت عملت لايت مدرجه من تلات الوان، هتديك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تمام، طيب انا حاسس مثلا ان المنتج او صوره المنتج معايا مبكسله شويه، محتاج اخليها شارب شويه، واروح عند فلتر شاربن شارب مور، مره واحده او مرتين على حسب ما تحس هي ظبطت ولا لا. طبعا لو زودت الموضوع بيكون بيبوظ معاك الدنيا يعني. تمام، طيب الشريطه اللي تحت اللي احنا حاطينها دي محتاجين لونها يكون افتح شويه، فممكن ادوس كليك يمين عليها بليندنج اوبشنز، اروح عند كولر اوفرلاي، هاجي عند المربع اللي على اليمين ده، وهبدا اغير في الدرجه دي، افتحها مثلا بالشكل ده. تمام يا صديقي. طيب نيجي بقى عند خطوه الانعكاس، وركز معايا جدا. انا هقف على اللاير بتاعه بيبسي، هدوس كنترول جي من الكيبورد عشان اخد كوبي من اللاير، صغر الصوره، كنترول تي هثبت صبعي على الشيفت، وهشد من الجزء اللي فوق لتحت، هصغر الصوره شويه عشان اطول الجزء ده على قد ما اقدر. تمام، وهبدا اركز ان الحاجات يعني تبدا تخلي المنتج اللي تحت او الصوره اللي تحت تبقى لازقه او ماشيه مع نفس اللي فوق بالظبط. طب اعملها ازاي؟ همسك اللاير، هي كده المفروض ان دي فوق دي، انا هنزلها بس تحت كده، وهبدا الزق كنترول تي، هثبت صبعي على الكنترول، وهبدا اسحب من هنا كده لحد ما الزق دي. تمام، هتقولي طب في جزء هنا دخل لجوه، هقولك اوكي، دوس كليك يمين واختار الورب، وهبدا امسك من هنا بالظبط، انا سايب كل حاجه كده بعد ما دوست ورب، هدوس كليك شمال فقط، وهبدا انزل بالجزء ده، واطلع بالجزء ده، هنزل بالجزء ده، واطلع بالجزء ده. تمام، وكمان هطلع سنه شويه من هنا. تمام، زي الفل. طيب خلينا نبص من بعيد، لو جينا قلينا الاوست شويه، هتلاقي الانعكاس بعد الشغل اللي انت هتعمله هيبدا يبقى مظبوط. تمام، هو كده لسه مش مظبوط قوي. طيب كنترول تي مره تانية، واختار الورب مره تانية، وابدا اظبط الجنب ده
طلعوا البره عشان حسوا ان هو ملموم قوي في بعضه. تمام، هو طبعا الموضوع بيتظبط كده يعني. تمام يا صديقي. طيب خليني اعمل بلور كده، تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني ارجع مره تانية، انا اسف، اهو ادوس الاوكي. تمام. طيب خليني هعمل شادو بسيطه جدا فوق اللير بتاعت الانعكاس ده. هعمل نيو لير، هروح للبراش تول، هخلي اللون الاسود، هصغر السايز، هبدا ادي كليك، شايف هيظهر معاك النقطه، كنترول تي، ثبت صبعك على الالت واسحب من الجزء اللي تحت ده لحد ما تبقى نايمه بالشكل ده. ابدا احطها تحت كل سنه، بس حاول ما تخليهاش تبقى مفروده كده، لا احنا نحط تحت كل واحده فيهم، وهنخفف كمان في الاخر. ركز معايا اهو، خلينا اقرب برضه عشان انت تبقى شايف الموضوع. همسك الثلاثه مع بعض وهبدا ادخلهم لجوه شويه، تمام، وهبدا اقلل الاوبسيتي اهو. تمام، ممكن نعمل واحده نيو لير تانيه وهعمل نفس الموضوع، بس المره دي هكبرها بقى بالشكل ده واخليها تبقى تحت هنا كده، وهقلل الاوبستي. فلما تيجي تبص هتلاقي ان الدنيا بدأت تبقى مظبوطة وبدأت تبقى شكلها حلو. تمام، بدأ الانعكاس يبقى شكله حلو. هبدأ بس امسك التلاتة اللي تحت عشان هما كده تقلوا معايا قوي، هبدأ اقلل الاوبستي. الشادو لازم يبقى خفيف، هو بيتقل تحت كل سنة، تمام، من المنتج اللي هو واقف عليها ده بيكون تقيل قوي، اللي بره بيبقى خفيف. ركز معايا، تمام، يعني لما يبقى الشادو طويل بيبقى تقيل. معلش خليني اشرحها لك برضو بطريقه ابسط عشان تبقى انت فاهم السر فين. بص يا صديقي، مبدئيا المنتج مثلا قدامك واقف اهو، الاجزاء اللي تحت المنتج، خلينا اجيب لك اللون الاحمر عشان تشوف الاجزاء اللي تحت المنتج بالظبط. تمام، هنا الشادو بيكون تقيل، لو الشادو بدا يخرج ناحيه بره بيبدا يخرج على ايه، على خفيف. تمام، يبقى التقل بيكون هنا هنا هنا، واي حاجه خارجه بره بتبقى ايه، بتبقى على خفيف. تمام، انت لو جبت ازازه حقيقيه وحطيتها هتفهم اللي انا بقول لك عليه. تمام. طيب انت عندك هنا مثلا حاجات بيضه في الازازه محتاج تعالجها، اقف على اللير بتاعتها عادي، اعمل نيو لير، كنترول الت جي عشان تدخل اللي احنا هنعمله جوه اللير بتاعت الازازه. بس هتجيب البراش تول، هتكبر، هتجيب الخفيفه، هتدوس الت تاخد من نفس الدرجه اللي انت محتاج تخلي اللون الابيض اللي موجود ده يكون شبهها، وتاخد اهو كوبي. بعد كده هتبدا تغطي الحاجات اللي مضايقاك او الحاجات اللي ظاهره معاك، يعني الموضوع بسيط. تمام. طيب خلينا نروح عند الانعكاس، لسه طبعا ما خلصناهوش. هتقول لي هنعمل ايه تاني، هقول لك تعالى هنا كده ودوس دوسه. تمام، انت كده عملت ايه، انت عملت ماسك حلو. طيب هتيجي هنا عن الجريدينت تول، وركز معايا انا هسحب منين. بص انا هسحب من تحت لفوق هنا كده بالظبط. طب ده بيعمل ايه، او كل ما هكبر هتفهم هو ده بيعمل ايه. اهو كل ما هطول شويه هتلاقي ان هو بيبدا يمسح لك الحته اللي تحت، وبيبدا يطلع على مفيش عشان يبان الانعكاس تقيل من تحت المنتج نفسه، وبدا ينزل على ايه، على مفيش. انا بس محتاج اظبط الانعكاس شويه وبعد كده ارجع الزقهم في بعض تاني، ومحتاجه كمان تاخد بلور اكتر من كده اهو. طيب انا لازم أنا الاول اعمل يعني خلينا اعمل كونفرت سمارت اوبجكت لللاير وارجع اعمل بلور، لان احنا كنا واقفين على الماسك اصلا اهو. تمام، وممكن لو انت شايف ان هو قليل او محتاج يبقى اقوى، كنترول جي من اللاير هيبدا يعمل لك كوبي ويبدا ايه، يظهره لك اكتر، بس انا هقلله شويه. تمام، يبقى انت بالتالي ظبطت الشادو وظبطت الانعكاس. تعالى بقى يا صديقي نظبط موضوع الحاجات بقى اللي انتوا بتحبوها. تمام، انا اخترت صوره زي دي وهنا سرشت عليها باسم مش فاكر والله، كانت سموك بوتر تقريبا، يعني خليني مش فاكر والله صرشت عليها بايه، بس كده كده يعني ايه،
هتلاقوها في الديسكريبشن يعني. تمام، فانا جبتها اهو قبل ما اعمل الليفلز عشان انا اتلخبطت. بس هاجي عند النورمال هنا وهخليها سكرين، وبعد كده كنترول ال وهبدا اشد الجزء ده ناحيه اليمين، مش قوي طبعا عشان يظهر معايا الابيض اللي طاير ده. تمام، خلينا نقول اوكي وهبدا اكبر شويه. تمام، طبعا في خط شارب بدا يظهر معايا اهو، هتعامل معاه بالاستيكا عادي جدا اهو. تمام، وممكن الت واسحب ناحيه اليمين عشان اعمل كوبي من نفس اللاير وابدا اعكسها بالشكل ده. تمام، فهيبان معايا هنا اتنين او جزئين. خلي بس امسك الاتنين مع بعض واجيبهم ناحيه اليمين، اظبطهم بس كده ايه عشان يبقى شكلهم حلو. تمام، ولو انا شايف ان الدنيا تمام كده وزي الفل وبتاع، خلاص اعمل ميرج عادي، هيبدا يرجع الاسود تاني، تبدا تعمل له سكرين وتمسك استيكتك وتبدا تحذف اي حاجه من الليارين بقى لو في حاجه مضايقاك يعني. تمام تمام. طيب الاضاءه اللي ورا، انا همسك الثلاثه اللي احنا عملناهم في اول الفيديو هنزلهم، او حاول لو هم كواي قوي كده نحاول نقلل الاوست شويه بالشكل ده. تمام يا غالي، تمام يا صديقي. طيب خليني بقى اجي عند تظبيط الدوج والبر، ودي حاجه لها علاقه بالريتاتش. الدوج والبرن زي ما شرحناها قبل كده، وخلينا اشرحها لك تاني بالايه بالتفصيل الممل اللي يزهق، وانا عارف انا الموضوع ده. هعمل نيو لاير عشان طبعا اشرح لك الموضوع، اللون الاحمر عشان يخبط في عينيك وتبقى مركز معايا. بص يا صديقي، الدوج هو المسؤول زي ما قلنا قبل كده في دروس الريتاتش عن الاجزاء اللي فيها ابيض او فيها لسعات بيضة او فيها اضاءة بيضة بالشكل ده، والبر طبعا العكس اللي هو فيه الشادو السودة بالشكل ده. طيب انت هنا كده كده في التصوير هما موجودين، وموجودين عشان يدوك الشكل اللذيذ اللي انت شايفه قدامك ده، بس احنا محتاجين نظهرهم اكتر من كده. فخلينا هعمل اللير بتاع علاج الصورة من تحت اللي احنا كنا عاملينه اهو، همسك الاتنين وهعمل ميرج كنترول ايه. حلو، هعمل نيو لير وركز معايا. هروح عند ايديت فوق وهاجي عند فيل وهجيب الفيفتي جراي، وبعد كده هجيب من هنا الاوفرلاي، وبعد كده هدوس اوكي. يا سلام، مطلع اغنية ملهاش حل. كنترول الت جي وهرجع اجيب الاوفرلاي. طب والله اغنية، والله اغنية. تمام، بعد كده هروح هنا عند، وركز معايا، هتلاقي حاجة عندك اسمها الدوج اهي، دوج تول والبرن تول. انا هبدأ بالدوج الاول. طيب بعد ما جبت الدوج يا عم احمد هتعمل ايه؟ هقول لك الرقم ده هيبقى عندك تقريبا 50، حاول تقلله عادي 20 او على حسب ما هنشتغل وهنشوف دلوقتي. هكبر السايز وهبدأ امشي على ايه؟ على الاجزاء اللي فيها دوج. هبدا ادوس، لما بتدوس بيبدا يظهر معاك الايه، قول معاه اللمعات، اللمعات اللي انت شايفها اهو. بس بالله عليك حاول ما تتقلش ايديك. لا ده انا كده بقول اشعار وقلبت مدحت شلبي يا جماعه اهو. كل لما بتمشي على ال ال ال, ال نسيتوني والله بسبب الشعر اللي انا عمال اقول على الحاجات اللي احنا بنمشي عليها. تمام، هتبدا ايه، هتبدا الموضوع يبقى لذيذ معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. كمان الغطا هنبدا نظبط فيه. تمام تمام. طيب بص معايا كده قبل وبعد يا باشا، عيب عليك، شغل شغل على ميه بيضا. بقول لك الاهم من الشغل، كمل لي انت المثل في الكومنتات، الاهم من الشغل ايه. طيب خلينا اقول ان الدنيا كده تمام بالنسبة للدوج زي ما انا واقف، او لو انا حابب اعمل لير تانية. بس خلينا نعمل لير تانية، نفس الخطوة، نيو لير كنترول الت جي، اروح عند الفيل 50 جري اوفرلي اوكي، اروح عند الاوفرلي من هنا وهبدأ اغير من الدوج للبر، وهبدأ ادوس زي ما انا بضغط على الابيض، لا هبدا ادوس على المناطق اللي فيها شادو اهو.
طبعا ايه لو تقلت ايديك والدنيا اسودت منك هقول لك تعمل ايه برضه، مش مشكلة. بص كده تمام، حاسس ان هي اسودت منك عادي، قلل الاوبستي، حاسس ان هي تمام كمل يا صديقي، ما عندناش مشكلة. تمام. طيب خليني هعمل color balance من هنا كده وكنترول الت جي، وهبدأ اظبط في لون المنتج اهو. ركز معانا بعمل ايه، واوعى تنسى لون البيبس عشان ما تروحش اللون درجة تانية غير لون البيبس. حلو، انا جبت الهايلايت اهو وببدأ اظبط في الهايلايت اللي هو مسؤول عن اللايت الموجودة في كل الايه في كل المنتج يعني. باجي عند الشادوز وهبدأ برضو اظبط فيه. يا جماعة السر في كل حاجة احنا بنشتغل عليها هي ان احنا ما نتقلش ايدينا في الحاجة عشان نحس. تمام، انت عشان انت اللي بتشوف او عينك اللي شايفة على الديزاين اللي انت شغال عليه بتحس ان انت عشان تشوف نتيجة بتبقى محتاج تزود وتبقى اوفر اوي في الحاجة. بيجي واحد غيرك يشوفها او حد فاهم ايه عامل اللي هو عامله ده، انت مأفور كده ليه في الحاجة. فالسر انك ما تتقلش ايديك، اسمع مني دي نصيحة والله. حاسس بس ان الشادو هنا من ناحية اليمين محتاج يخرج بره شوية بالشكل ده اهو. تمام. طيب الكالر بالانس شايف قبل وبعد تحفة. تمام، خليني هاجي كده عند موقع اي ستوك. طبعا الاداة اللي انا بحمل منها اهي زي ما قلت لكم هتلاقوها على البروفايل عندي. خليني اكتب هنا لو انت راجل مثلا في الانجليش متوسط او ضعيف استخدم جوجل ترجمة على طول. هنكتب كرات مياه وهبدأ اسألش، هيجيب لك طبعا الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. انا في دماغي محتاج اجرب حاجة وهي النقط الصغيرة، هل لو ضفناها هيبقى شكلها حلو ولا لا، فخلينا اجرب. طيب طبعا في حاجات بتبقى فيكتور ما بتتحملش وفي حاجات عادي بتبدأ تتحمل ما فيهاش مشكلة. دي برضو لأ. طب دي ماشي اهو. خلينا هقف على المنتج نفسه ده، هو ده ماشي، وهبدأ اشد المية دي معايا بالشكل ده. هخليها بالطول كده كنترول الت جي عشان اخليها جوه الازازة. هبدأ بس اصغر شوية، ومن عند النورمال هنا هبدأ اختار المالتي الداركن ده. ايه غالبا المالتي اللي هتظبط سوفت لايت ممكن. طيب خلينا نشوف السوفت لايت كده هتقول لي ايه بعد ما اعمل كنترول ال وبعد ما اشد الجزء ده ناحية اليمين. لا ما ظبطش معايا. طيب يبقى انا هرجع للمالتي، هل هو مثلا مديني ايحاء الطبيعي؟ ما اعتقدش، لا صح يعني، حاسس ان هو لا مش مظبوط صراحه. طبعا احنا بنجرب يعني، انت لو جربت زي حالاتي كده ولقيت ان الموضوع مش لذيذ ما تخترعش، الله يبارك لك يعني. تمام، فانا خليني اجرب الشكل ده، انا متاكد ان هو مش هيظبط يعني. ايه ده، تصدق شكله ممكن يظبط والله ممكن. طب استنى كده اجيب الليفل. مش عارف يعني ظابطه ومش ظابطه فاهمني، فانا لا مش هحط حاجه للاحتمالات، خلينا نشتغل من غير قطرات ميه عادي. تمام، طيب خليني هكتب هنا كانت اسمها ايه، ثواني كده هكتب ايوه هو ده، ايوه يا عم الدخان الشتاء يا عم اللي هو بيبقى شبه التلج الطاير ده، بس انا برضه مش محتاج ده يعني، احنا ده اللي انا جبته في الاول. حلو، انا محتاج حاجه مختلفه بقى، خليني اجيب سموك عادي من غير الشغل ده.
عشان بس ندي الشعور ايه بالبرودة يعني. انا عايز حاجة تكون بسيطة، حاجة تكون سيمبل، مش عايز حاجة اوفر يعني. تمام، ثواني، ممكن ناخد ده، ممكن ناخد ده ونجربه، ما عجبناش نطيره. اوعى اسحب الكلام والله العظيم يعني، ثواني بس خلينا هنجربه، لو ما عجبناش زي ما قلنا ايه. طب انا كده دخلته، لا انا مش محتاج يبقى داخل في الليله دي كلها، انا محتاج الليله دي كلها تبقى جوه المنتج بتاعي، ملهاش علاقه بالباقي. هاجي عند النورمال اخليها سكرين كنترول ال، هاجي اشد الجزء ده ناحيه اليمين بس، ركز معايا. شايف انت كل ما بتشده بيبدا يخفي لك اصلا في حاجات حلوه بيبدا يخفيها، فانا مش عايز اتقل ايدي، انا عايز ابقى على في الهادي يعني. لا انا كده تقلت ايدي، هرجع شويه هقول له اوكي. تمام، انا كده مخلي السموك دي فوق المنتج، فانا هعمل ايه؟ ممكن اعكسها بالشكل ده وهنزلها لحد اول الخط اللي احنا عاملينه بتاع الارضيه بالشكل ده. حلو حلو. طيب خلينا اجيب الاستيكة وهقلل الفلور وهقول له اوكي، وهبدأ امسح من المنتج كده. تمام، كمان الشرب اللي ظهر معايا تحت ده ممكن ابدأ اخفيه كده. تمام، هل بقى انت شايف ان هو كويس، هل انت شايف ان هو مش كويس؟ دي حاجة ترجع لك في الاخر. لو انت شايف ان هو مش تمام ابدأ امسح فورا واشتغل على حاجة غيرها، بس انا والله شايف ان هو لذيذ يعني، هو مش هنتقله، هنخليه اكنه مش موجود اصلا اهو. تمام تمام طيب خليني هاجي هنا نسرش. نشوف حاجة تكون شكلها حلو. تكتشرات بقى حاجة تكون يعني يدينا شكل الحاجات بتاعت زمان. طيب خليني مثلا اخد حاجه شبه كده، هنجربها برضو، لو ما ظبطتش هنبدا نشيلها. تمام، انا بجرب معاك والله لاول مره، بس خليني ابقى واقف عند الباك جراوند هنا كده اهو، هبدا اخليها بالطول طبعا وهبدا اكبرها، وبعد كده هاجي عند النورمال اخليها المالت. طبعا تحفه، عجبتني، طلعها لفوق عشان تبقى داخلة في الأرضية برضو، تحفة والله بصراحة. هقلل الوسط شوية زي الفل يا صديقي، زي الفل. تا 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 تا. حلو، حلوة جدا جدا. خلاص كده ظبطنا الأمور، الدنيا بقت حلوة في اللذيذ، الديزاين يخطف. هنيجي بقى عن شغل التون، تظبيط الألوان، كل الكلام اللذيذ ده. طيب ابدا معايا باول حاجه بالكلر لوك اب. تمام، هاجي هنا كده وهبدا اختار دي كويسه، بس هقلل الاوبسيتي طبعا اهو. واحده كمان يا صديقي، وابدا امشي واحده واحده، دي كويسه بس اقلل الاوبسيتي طبعا. طبعا هنقدر نشوف احنا بنعمل ايه بعد ما نخلص. قشطه، واحده كمان يا صديقي، مش عاتقك النهارده، انا مش عاتقك، دي كويسه. قلل الاوبسيتي. تمام، انا بقول لك السر كله في تقليل الحاجه، اسمع مني. تمام، واحده كمان يا صديقي، هبدا انزل لتحت كده اشوف الدنيا فيها ايه. لا بلاش الاحمر، مفيش احمر ومفيش عندنا حاجة ليها علاقة بالأحمر خالص، دي كويسة. قلل يا صديقي. تمام تمام طيب امسك الأربعة مع بعض ودوس كنترول جي عشان تعملهم في جروب، وابدأ اخفيهم واظهرهم.
هتلاقي طبعا نتيجة مش هسعر، بس انت حاسس ان اللون بتاع المنتج بدأ ايه يروح صح؟ طيب قلل الاوبستي عادي، قلل الجروب كله مع بعض عشان تبدأ انت ايه تظبط دنيتك. او بص كده، بص كده لذيذة حلو. طيب خليني زي ما انا كده هعمل color balance اهو، لو انت شايف ان الاحمر راح منك هتقدر ترجعه، ما عندناش اي ادنى مشكلة. هاجي عند الهايلايت، الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي اسرار انا متأكد ان هي مش موجودة كتير في قنوات اليوتيوب، تمام؟ لان الحاجات دي للأسف اللي بيخرجها بيخرجها بفلوس، يعني طبعا كل واحد حقه يعمل اللي هو عايزه، بس انا بكلمك في الحاجات دي لو ركزت فيها حقيقة هتطلع بنتيجة كويسة جدا. خلصنا الكالر بالانس، هروح عند السيليكتف كالر، هاجي عند الريد اهو، تمام. هاجي عند مثلا اللون الرصاصي اشوف هيقول لي ايه، خد وقتك. هاجي عند الابيض، خد وقتك ومتستعجلش، خليش الملل تمام يخفى عنك حاجات كويسة جدا يعني. تمام، خليني مش عايز ابقى اوفر قوي في الحاجة، يعني همسك كل دول وهعملهم جروب عشان اشوف كده انا بعمل ايه. تمام، لو انت شايف ان التأثير طبعا قوي ممكن اقلل اوبستي، ما عندناش اي مشكلة. برضو اخر خطوة يا صديقي، وهي ان انا هقف عند اول لير وشيفت عند اخر لير، وبعد كده هجيب السهم والت سهم فوق عشان اخد كوبي من كل الليرات، كنترول A هجيب السيليكت المربعة، هعمل سيليكت على الديزاين، كنترول J عشان اخد كوبي هخفي اللير اللي تحت او هحذفها، وهقف عند اول لير فوق عشان اروح للجوكر اللي احنا عارفينه وهو الكاميرا رو. الكاميرا رو جملة بقولها كل مرة بفتح الكاميرا رو، موضوع على حسب عينيك، الموضوع على حسب عينيك، تمام؟ مش ارقام معينة أنا بشتغل عليها، أهو أنا تلاقيني بروح وبرجع على حسب ما أنا حابب. الديزاين يكون قوي كده، يكون خفيف، بس الأحسن إن هو يبقى خفيف، والأفضل إن هو يبقى رايق مفيهوش أي مشكلة أهو. تمام، لا إحنا كده لونا الألوان بزيادة. هايلايت مش شرط يبقى قوي قوي، اللايت داركس الشادوز، خليني الهايلايت اقلله شوية. تمام، طب انا يعني انا بعد الكاميرا رو، تمام خليني بس اخلص الكاميرا رو الاول. تمام، خلينا اقول اوكي. طبعا في فرق كبير، وخلينا اقول لك ان ليه عملت نيو لير وعملت الموضوع بتاع نيو لير وكل الكلام ده، عشان طبعا لما الدنيا تبقى بايظه معاك في حاجه او نسيت حاجه وحابب ترجع تخفي اللير اللي انت عملته فيرجعك اللي انت ايه في الليرات الاولانيه يعني. طبعا طريقه واضحه، الفرق واضح، الموضوع لذيذ. في بس حاجه انا نسيت اعملها، وهي تفريغ الجزء ده. تفريغ الجزء ده هيكون موجود في الجزء الاول او في الدرس الاولين اللي فات عملناه، وخليني برضو هعملها قدامكم معلش، يعني خليني هخفي اللير هنا. شفت بقى، هي دي بقى فكرة يعني، او هي دي فايدة ان انت تعمل اللي انا قلت لك عليه. لو كنا عملنا ميرج لليرات من غير ما نعمل كوبي لليرات وبتاع ما كناش هنعرف نرجع. حلو، طيب انا هاجي عند المنتج اهو، وهجيب البين تول وهقص الجزء ده فقط
اهو، وهعمل كنترول انتر وهجيب السيلكت اللي هو المربع ده، هعمل راسترايز، بعد كده كليك يمين على السيلكت واختار لير فيا كات عشان يخلي لك الجزء ده في لير لوحده. اجي عند النورمال هنا هبدا اختار المناسبه بالنسبه لي، طبعا دي او دي الاثنين كويسين. فلما تيجي تبص كده او تعمل منها كنترول جي عشان تعمل كوبي منها، هتلاقيها ان هي ظبطت معاك، مفيش اي مشكله يا غالي. تمام، اتمنى يكون الدرس عجبكم، اتمنى الخطوات تكون كانت سلسه وبسيطه وسهله وما يكونش فيها اي مشكله. نستنى رايكم في الكومنتات، يا ريت لو دعوه حلوه. اشوفكم على خير في الدرس الثالث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.